الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم هبه من قناه بيتك اجمل. معايا النهارده هنعمل وصفه حلوه جدا. تقريبا كده كلنا بنبقى عايزين نعملها وبنفشل فيها، لكن بصراحه انا لما عرفت الطريقه ما قدرتش ان انا ابخل عليكم بيها، وحبيت ان انا اقولها لكم. انا رحت شارع الجيش عشان اشتري من هناك شوكولاته خام. طبعا كلنا عارفين الحلويات بتبتدي من شارع الجيش كده، شارع العتبه، بدايه شارع الجيش بيبيعوا فيها الادوات بتاعه الحلويات. فروحت بصراحه عشان اشتري، اتصدمت من السعر، لقيت الكيلو عامل 60 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب 80. فبصراحه قلت لا، غالي جدا عليا، خلاص انا هشتري ايه، باكت صغير كده من السوبر ماركت واعمل بيه. فروحت السوبر ماركت اسال عليه، لقيته عامل 18 جنيه. طب وزنه قد ايه؟ وزنه 200 جرام. ايه يا جماعه، في ايه؟ ايه الاسعار الاوفر ديت؟ لا خلاص انا مش هشتري، قررت ان انا مش هشتري. طب هعمل ايه؟ الولاد عايزين ياكلوا شوكولاته اللي هي الفندان ديت اللي بينزل منها صوت الشوكولاته كده، ان شاء الله هعملها معاكم واوريكم الطريقه بتاعتي. طيب حاولت بقى طبعا اللي انا لازم اعمله في البيت. ايه المكونات بتاعته؟ المكونات بتاعته سهله جدا جدا جدا، يعني فوق ما تتخيلي. وطريقته سهله برضو، مش صعبه ولا اي حاجه، وان شاء الله هتنجح معاكي وتبقى طعمها جميل والولاد هيحبوها. حتى لو انت مش هتدخليها في اكلات، ممكن تعملي شوكولاته صغيره، في قوالب بتتباع صغيره على اشكال كده، شكل ورده، شكل مربع، تعمليها صغيره كده وتديها للولاد بدل ما يروحوا يشتروا شوكولاته كابري وشوكولاته جالاكسي اللي احنا اصلا متعودين عليها اللي هي غاليه. تعالي مع بعض نقول المقادير ايه عشان ما اطولش عليكي، ونشوف هنعملها ازاي. معايا هنا 3 معالق سكر بودره، لا اسفه، 3 معالق لبن بودره بالشكل دوت كده. ومعايا هنا 3 معالق سكر بودره برضو، وديت تقريبا كده 4 معالق كاكاو خام، وهنا 4 معالق سمنه. سمنه مش زيت، ما ينفعش زيت، الزيت مش هينفع. الكاكاو دوت سعره كام؟ انا ما اشتريتش كاكاو من العلب، اشتريت كاكاو سايب، اشتريت ب 5 جنيه، هو الكيلو اصلا ب 40 جنيه، اشتريت ب 5 جنيه. عملت منه مره كب كيك، وعملت منه اهو 4 معالق، ومعايا بقيه الكيس بصراحه لسه متوفر فيه كتير. يعني لو اشتريتي ربع كيلو كاكاو ب 10 جنيه هيقعد عندك كتير قوي. والسكر البودره هنطحن شويه في الخلاط وخلاص على كده. واللبن البودره ممكن تستخدمي كيس لبن نيدو بجنيه ونص او ب 2 جنيه، والسمنه طبعا متوفره معانا في البيت. هعمل ايه؟ هبدا ان انا انزل بالخليط اللي هو البودر كله مع بعضه، ده اللبن البودره، والسكر البودرة، والكاكاو. هنقلب بقى كل ده كده مع بعضه بالشكل دوت كده. سهلة قوي، وبجد اعجبت بيها قوي لما عملتها، وطلعت كمان ناجحة معايا. قلت طب وليه انا اشتري حاجه من بره كمان معرفش مصدرها، معرفش اللبن البودره اللي هم حاطينه فيها ده ايه، لا اشتري حاجه انا عارفاها. الكاكاو الخام ده بجد حلو قوي، انا مشتريه من المغربلين، لو في حد يعرف المغربلين. حلو قوي 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 قوي، والخامه بتاعته حلوه جدا بالشكل دوت كده. اللي عامل حبيبات دوت السكر البودره، لكن لما يتضرب دلوقتي في الخلاط هيبقى معايا 100 100 بالشكل دوت كده. هبدا بقى ان انا اعمل ايه؟ هبدا ان انا انزل بالخليط ده كله جوه شفشق الخلاط، وبعد كده هحط عليه السمنه، سمنه او زبده على حسب ما انت تحبي، بس انا مش عندي زبده هوقف الطريقه عليها، لا هستخدم سمنه. هنزل بقى بالخليط دوت في شفشق الخلاط. بصي دلوقتي بعد ما حطيته في شفشق الخلاط هبدا انزل بالسمنه، زي انا ما قلت لك كده، سمنه سايحه، حاولي تسيحيها على النار، مش تسخنيها، انا قلت تسيحيها، او مثلا تحطيها على البوتاجاز شويه من غير ما تولعي البوتاجاز، لو انت مثلا لسه عامله الاكل ولا حاجه والبوتاجاز سخنه هتلاقيها هي ساحت وبقت بدرجه حراره المطبخ كده، انا عايزاها كده، مش عايزاها متجمده ومش عايزاها سخنه. هبدا بقى اشغل الخلاط. دلوقتي انا خلطته في الخلاط بالشكل دوت كده، بس حسيت اللي هو لسه تقيل، هعمل ايه؟ هنزل عليه بمعلقتين سمنه تاني بالشكل دوت كده، وابدا اخلط تاني واشغل الخلاط، معلقتين سمنه بس كده.
خلاص كده انا خلطته بالشكل ده كده بقى معايا سايل كده اهو. بصي انا لسه طبعا هحطه في التلاجة عشان يمسك معايا. هعمل ايه؟ عندنا القوالب اللي هي السيليكون ديت اهي، هبدأ بقى اللي انا ارص احط ارصهم كده واحط جواهم. طبعا لو انت عندك القوالب اللي هي بتاعت التلج بس سيليكون هتبقى جميلة جدا معاكي، بس للأسف انا مش عندي. لو عندي، لو برضو ما عندكيش دوت ممكن تستعملي حاجة زي كده، بصي او حاجة زي كده، بصي اللي هي بتاعت الكب كيك ديت اهي بالشكل دوت كده، ممكن تصبيهم فيها. انا بتكلم على ايه؟ بتكلم اللي انا ممكن بعد ما اطلعهم اقلبها كده الاقيها بتتخلي معايا على طول، يعني ده الاسهل حاجة. ونفس القصة اللي هي بتاع قوالب التلج بس السيليكون. طبعا لو عندي، لو ما عندكيش ده وما عندكيش دوت اوريدي عادي ممكن تحطيها في علبة من بتاعة التلاجة، ولما تيجي تطلعيها تحاولي تطلعيها بالسكينة بس كده. يعني ما توقفيش نفسك على حاجة مش عندك، لا قومي اعملي وحاولي وان شاء الله هتنجح معاكي احسن من اللي عندها امكانيات وعندها حاجات عالية. الحاجة بتاعتك هتطلع احلى. ليه بقى؟ لانك انت بتعمليها بالرضا وبالمحبة كده، هتلاقي حاجتك بتطلع جميلة ان شاء الله. هنصب بقى مع بعض كده من اللي هو دوت الخليط الشوكولاتة. لو الخلاط عندك مش شغال ممكن عادي تعمليه باليدوي، يعني تقلبي بايديكي هيبقى شغال معاكي مية مية وكله تمام. بصي انا بملاها على الاخر لان الولاد مش هياكلوها، انا عاملاها عشان خاطر هحطها في حلويات، يعني هسيحها مثلا على حمام مية، هعمل بيها الشوكولاتة اللي هي مولتون كيك بالشكل ده كده. لكن لو الولاد هياكلوها مش هحط لهم طبعا الكمية دي كلها. بصي دلوقتي بعد ما عملتها بالشكل دوت اهي طلع معايا خمسة. نفترض مثلا اللي كل واحدة مثلا هتطلع معايا 100 جرام، يعني خمسة يعني 500 جرام، يعني نص كيلو. نص كيلو انت لو رحت اشتريتيه من برة هيقطع معاكي كتير قوي. والحاجات اللي معمولة بيها انت مش عارفة هي معمولة ازاي، جربيها بالطريقة دي هتعجبك. انا هعمل ايه الخطوة اللي بعد كده؟ هدخلها التلاجة او ممكن اسيبها كده في المطبخ، بس انا بصراحة مش هسيبها كده في المطبخ لان الولاد هيفضلوا كل شوية رايحين وهيدوقوا وهيدوقوا وانا مش عايزة كده. انا هغطيها وهحطها في التلاجة عشان محدش يقرب لها لحد ما تمسك معايا وتبقى حلوة. مش هدخلها الفريزر لان هي فيها سمنة اصلا، هتلاقيها هي مسكت من التلاجة مش محتاجة فريزر. ان شاء الله بعد ما اطلعها من التلاجة هوريها لك هيبقى شكلها عامل ازاي. وقومي بقى يلا لو عندك الحاجات بتاعتها ديت قومي اعمليها على طول، ما تستنيش واعملي كده تورتاية او اعملي كيكاية، مش شرط تورتاية، اعملي كيكاية كده وخدي قالب منها على حمام مية يلا، والدنيا هتتظبط عندك وهتبقى عملتي احلى تورتاية من كلام فاضي خالص، مش متكلفة ولا اي حاجة. هدخلها التلاجة وارجع لك بعد ما تطلع من التلاجة ان شاء الله نشوف النتيجة مع بعض. دلوقتي خلاص بعد ما طلعتها من التلاجة بالشكل ده كده، بصي مسك معايا وبقى جامد ازاي اهو. زي ما انا قلت لك انا حطيته في السيليكون علشان خاطر تبقى سهلة عليا ان انا اطلعها بالشكل ده كده. حلوة قوي، زي اللي احنا بنجيبها من بره واحلى كمان، وهنوفر وهناكل حاجات نظيفة. انت واثقة من ضمانتها وعارفة ايه الحاجات اللي انت حطاها جواها بالشكل ده كده اهو. ان شاء الله لما انزل بقى العتبة او الاماكن اللي انا بروح اشتري منها، هشتري منها القوالب اللي هي الصغيرة علشان خاطر اعملها للولاد عشان ياكلوها كده تبقى سهلة عليهم. كل مكعب لوحده بيبقى فيه مكعبات رسم الدبدوب، وش دبدوب، في مربعات، في مثلثات، في حاجات كتير قوي. المنزل ان شاء الله هجيبها هوريها لكم بالشكل ده كده. كده انا خلصت خلاص الشوكولاتة بتاعتي، الشوكولاتة الخام. زي ما انت شايفة كده لو عايزاها قرص واحد هتعمليها قرص واحد اهي. بصي شكلها حلو ازاي، وماسكة وجامدة وكل حاجة وطعمها حلو جدا. انا دقتها لقيت طعمها حلو قوي بصراحة، عجبتني. يعني اعمليها بنفس الطريقة ان شاء الله هتعجبك. بس كده ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يعجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسيلي لايك، ولو انت اول مرة تشرفيني ما تنسيش تدوسيلي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.